بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، هذه الجماهير المصرية تنتظر هذه البداية والانطلاقة بعدما لم يسجل المنتخب المصري حضور المتوقع في كأس العالم الأخيرة بالخسارة في 3 لقاءات، بل إن المنتخب المصري في 9 مباريات منذ فوزه على الكونغو مباراة التأهل يوم 17 أغسطس في عام 2017، 9 لقاءات 3 تعادلات و6 هزائم، منها الهزائم 3 طبعا أمام أوروغواي بهدف، وأمام روسيا 1-3، وأمام السعودية 1-2. تشكيلة اليوم من ضمن يعني الأمور، أدي أمامنا تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم. واضح والواحدة على طول مروان محسن، لكن تعود إلى النني محمد صلاح، وحكم اللقاء يدي ركلة الجزاء، حكم اللقاء يدي ركلة الجزاء أمامنا هنا النجم المصري محمد صلاح في انفراد هنا في هذه اللقطة، والتدخل لم يتردد الحكم ندياي الحكم السنغالي في احتساب ركلة الجزاء لمحمد صلاح، وداوودة كسالي محمد صلاح يضيع ركلة الجزاء أمامنا هنا، وعلى طول يتصدى ليها داوودة. يبقى الحال على ما هو عليه، ركلة الجزاء ضائعة لمحمد صلاح، طبعا ركلة الجزاء التاريخية في مرمى الكونغو والتأهل لكأس العالم في هذا الملعب، يعني لكن يعني مبشرة إن شاء الله، أكيد إن شاء الله المنتخب المصري قادر، وادي واحدة من حجازي، ركلة الجزاء ضائعة من محمد صلاح بعد مرور 2 دقيقة، وادي أمامنا هنا راسية حجازي لكن تطلع كرة إلى خلف. انطلاقات أمامنا محمود حسن تريزيع بالموسم رائع مع فريق، انطلاقة هنا أيمن أشرف إلى مروان، والراجل قالش أمامنا هو الراجل رقم أربعة مامادو سولي، قلب الدفاع مامادو سولي في اللقطة الماضية، الكرة الخطيرة الحقيقة اللي كان ممكن أوي تستغل. شوف أمامنا هنا كرة لكن يطلع لها كسالي داوودة، واحد من اللاعبين اللي ما سجلوش بقالهم فترة، دي محمد صلاح راسية لكن على طول كسالي داوودة على طول في تشامبيونز ليج في دوري أبطال أوروبا، كرة على القائم الأول وراسية مروان لكن لخارج الملعب. أدي مروان محسن، يعني بعض الأرقام يقول لك بقاله 8 مباريات، حرية المساندة من وسط الملعب، أدي الاستلام، واستلام رائع من مروان محسن، غاب عن التسجيل ولكن يسجل مع منتخب مصر مروان محسن، اي متعة اي لمسة، التحرك هنا والهدف يأتي للمنتخب المصري في خطأ في التمركز طبعا لدياباتي وايضا لكاتوكوري، طب ادي لمسة حلوة قوي محمد النني، ملعوبة جميلة، استلام من تريزيجيه، عالم طبعا لعب لقائي اوروغواي وروسيا، وادي الكرة العرضية لكن على طول محمد صلاح، المساحات يا ولد على التمريرة تريزيجيه، هي يا راجل حرام عليك يا راجل حرام عليك، محمد صلاح مديها لتريزيجيه بيقول له ايه، سجل وهنحتفل، لكن محمد صلاح عامل اسيست في الطلاقة في الجنب الشمال، ايمن اشرف عاملها حلوة قوي، حارس المرمى كسالي داوودة، وادي الفرصة يا ولد ايمن اشرف في هذه البداية والانطلاقة في مباراته الدولية السادسة وهدفه الدولي امامنا هنا الثاني بعد ما سجل في مرمى الكويت، ايمن اشرف هنا الكرة بتكافئه على مجهوده وعلى ادائه، وكسالي داوودة ظن بان الامور لن يعني في تحركات محمد صلاح اللي فايق ما شاء الله، مروان هنا فرصة، يا كورة الكورة ما طوعتوش، انفراد جديد، محمد النهي يا ولد لما حلوة قوي، والتاني ويمرر وتريزيجيه، محمد حمدي كل دي اسماء، وبص الدفاع بيعمل ايه، وركلة جزاء جديدة هنا في هذه اللقطة في هذه اللحظة، ركلة جزاء لتريزيجيه، ركلة جزاء، اخطاء دفاعية قاتلة، المدافع الكورة اللي المفروض يروح لها، وادي الهدف الاول، وادي امامنا محمد صلاح، مش ممكن بقى ترتد للمرة الثانية، لكن المرة دي محمد صلاح يسجلها ويصبح ثالث هداف في كرة القدم المصرية للمرة الثانية، يتصدى الحارس لركلة الجزاء، لكن الفولو والمتابعة من محمد صلاح توقعها كسالي داوودة ينقذ في الدقيقة الثانية ركلة الجزاء، ناجح جدا مع بلجيكا، ادي امامنا محمد صلاح في هدف جديد في فرصة جديدة في لمسة يده ولكن إلى خارج الملعب.
وايضا ترشح وديل وحيدها لوزيتشي ضمن الاسماء. وكسالجادو خدني محمد صلاح ما فيش تسلل، اعملها لتريزيجيه، عملها له وسيره، لكن المره دي بقى يتدخل رقم 15 بوريما كاتاكوري ويشيل كره هدف. محمد صلاح النهارده بيمتع صح يا ولد على التمريره، يا ولد على المهاره، يا ولد على التدخل، ومفيش ركله جزاء. يا راجل سجل. ادي تريزيجيه ضيع انفراد في الدقيقه 18 وضيع هذه الكره، لكن محمد صلاح يعني النهارده بيبدع. والكره حائره وتريزيجيه وغزال وفي العارضه، وغزال يا غزال في الملعب. علي غزال النهارده الدور اللي بيلعبه مرور وركل الجزاء لن تحتسب، وعدى وفرصه ويلعب اسرع. يا راجل ادي لصلاح يستمر في محاوله المرور، صلاح وسط كام لاعب، يا سلام على التمريره. ساند كثيرا يعني لم نراه في المسانده الهجوميه كثيرا، لان ايمن اشرف هو اللي كان متقدم. فرانسوا زاهوي يخرج بهزيمه في الشوط الاول 3-0 لصالح المنتخب المصري. هيطلع رقم 2 موسى وينزل امامنا بوبكار رقم 20. ادي التبديل الاول، ادي بوبكار، هايني كوي امامنا، هايني كوي يدخل كبديل، هايني كوي هو البديل اللي هيشترك مكان اللاعب اللي خرج نزول امامنا هدف 17 سيسي. ادي امامنا الكرات العرضيه للمنتخب المصري، تصليح فوتوكوما، شفناش اي هجمه، وادي فرصه، فرصه ضايعه من اللاعب يوسف عمرو، كره من اللاعب عمرو في اللقطه الماضيه. ادي هجمه عن طريق اللاعب 20 فريق ان شاء الله في امم افريقيا القادمه رقم 32 في الكاميرون. ادي العرضيه لكن الاتحاد هل يكون ليها حضور وتواجد؟ محمد صادق، عمرو طارق، ايضا كذلك محمد هاني، محمد حمدي، اسلام جابر، صلاح محسن زي ما قلنا، حسام حسن في رابع المواجهات مع المنتخب المصري في محاولة، لكن على طول يطلق هذا الموسم في مرمى دجلة وفي مرمى حرس الحدود. والكرة الخطيرة ويطلع محمد الشناوي. بدأ يحدث نوع من الضغط من جانب لاعبي امامنا اهو. ادي كرة من اللاعب فوتوكوما يعمل عرضية. باتريس نوفو اللي درب الاسماعيلي ودرب سموحة، وادي امامنا هنا التسديدة الحسين ودخل مكانه صلاح محسن. كرة مقطوعة ترتد، ادي امامنا التسديدة، اختبار يا امامنا للشناوي، اختبار للشناوي وتسديدة قوية. كرة اللي امامنا هنا، ادي الانطلاقات اللاعب اللي دخل كبديل وانكيو امامنا، كرة اللي امامنا اتصلحت منذ لحظات. الشناوي في تراجع في الاداء المصري في الشوط الثاني من اللقاء ضم حتى الان. واحده اماميه لمحمد صلاح، يا ولد على اللمسه، واحده اماميه ملعوبه حلوه قوي يا ولد. عمرو ورده عاملها لمحمد صلاح، ومحمد صلاح هيلعبها بلمسه حلوه. هدف مرشح على فكره في مرمى ايفرتون، مرشح ضمن الاهداف المرشحه. المدرجات هدأت جدا في ملعب اللقاء، دراجات هادية. وادي امامنا نتحدث عن الوقت اللي امامنا، ادي الاستلام، التفويتة تلعب على طول، عدى حلو قوي صلاح، لكن فينا صلاح عايز يجرب حاجة، خلاص بقى حس المباراة يعني اتحسبت. وادي واحدة لتريزيجيه لكن فين، واحدة لتريزيجيه لكن اصطدم بحارس المرمى. وعلى طول اللقطة اللي امامنا، ادي تريزيجيه، واحد من اللاعبين اصحاب المجهود الكبير الوافر في هذه المباراة. حسين الشحات، وادي لمسه، يا ولد في هذه الكره وفي هذه اللقطه لمسه حلوه. صلاح محسن يديك احساس هداف مصر القادم وبقوه هنا.